حلت المسألة. بالنسبة للمشروع يعني طبعا حضرتك لا يخفى عليك ان الوضع الاقتصادي في مصر هو في أزمة، وان احنا منتظرين يعني اكيد كل الناس بتعتبر الثلاث سنين اللي فاتوا دول مرحلة لازم مصر تخرج منها. وسمعت ان انتم حاطين مشروع للمرحلة القادمة للقضاء على الفقر والبطالة، وده طبعا حلم ملايين المصريين. كلمني عن اهم سمات المشروع ده، ويعني هتعملوا ايه ان شاء الله يعني. لا هي في طبعا الفترة اللي جاية ان شاء الله، سواء السيد رئيس الجمهورية القادم ان شاء الله والحكومة القادمة، هيبقى اهتمامها الاول بالتنمية البشرية. التنمية البشرية وايضا بتشمل حاجة كتير زي ما احنا عارفين، وبالذات التعليم والصحة. وايضا احنا عندنا ثلاث قضايا مهمة جدا، قضية الفقر والبطالة والأمية، ودول هيبقى التركيز الفترة القادمة على النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها. انتوا بتشتغلوا على الموضوع ده من دلوقتي؟ لا، ده برنامج الحكومة اللي جاية ان شاء الله، ده برنامج الرئيس اللي جاي ان شاء الله هيبقى كده، هيبقى داخل. لانك ازاي انك انت عندك مشكلة بطالة موجودة ازاي؟ طبعا يعني الدولة اهتمت بحاجات كتيرة جدا، بالاسكان اهتمت بمشاكل كتيرة جدا، لكن المشكلتين الرئيسيين وبالذات بالنسبة للشباب هي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، وده هيبقى الاهتمام الاساسي الفترة اللي جاية. وبالتالي احنا لابد ان احنا بقى نتوحد كلنا، كل الشعب المصري، نبدأ في عملية التنمية الشاملة لمصر. لازم، لأن خلاص احنا قعدنا ثلاث سنين زي ما سبق ذكرنا ان احنا مفيش لا سياحة موجودة ولا استثمار موجود ولا تنمية موجودة ولا اي حاجة اطلاقا موجودة. مش ممكن ابدا دولة مقاومتها ازاي تكتمل مقاومتها. فلابد ان الفترة اللي جاية ان شاء الله ده هتبقى فترة عمل لنا كلنا. واحنا بقى طبعا احنا خدنا خلاص الثورة قامت، وكل اللي كان بيتكلموا عليه حصل. لا بد بقى ان احنا نتفرغ مستقبل بقى اولادنا ومستقبل بلدنا ومستقبلنا كلنا. بس انتوا يا فندم يعني لو انا مش غلطان انتوا بيطلق عليكم حكومة انتقالية، اللي هي حكومة تعبر عن المرحلة الانتقالية الى ان تشكل مؤسسات الدولة وتنتخب، وبعد كده طبعا هيبقى فيه برلمان، والبرلمان ده يختار حكومة وما إلى من الحزب اللي هيرشح نفسه أو ما إلى ذلك. ليه واخدين على عاتقكم أن أنتوا تحطوا خطة للمرحلة الجاية؟ يعني معلش يعني سؤال ممكن يسأله لك أي حد يعني. دي حكومة تأسيسية مش انتقالية. تأسيسية. تأسيسية. ما معنى التأسيسية؟ هي بتأسس الفترة اللي جاية. يعني الكل طبعا متصور ان الحكومه دي جايه، وكان الكل بيهاجم يقول لك والله ده الحكومه دي كذا وما بتشتغلش ممكن تشتغل وبتسابق الزمن. ان احنا بنتحط اساس للفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه، وبالتالي احنا بنشوف السنه دي يمكن حجم العمل اللي موجود السنه دي هنقول يعني نقدر نقدره بمقام خمس سنين سابقين. ليه؟ لان السنه دي الدوله خصصت 30 مليار لخطة العجل، بس داخلها في الخطة الاستثمارية الأساسية بتاع الدولة. خطة العجل دي أي حاجات كتيرة جدا يعني، وبعدين محط لها برنامج زمني إنها على شهر 6 كنت انتهت كلها. ال 30 مليار دول اتصرفوا في الأنشطة اللي اتحطت لها كلها. سيادتك إزاي؟ وكلها حاجات اللي هي المتطلبات، الحاجات العاجلة للمواطن، استكمال مشروعات. احنا شايفين مثلا مشروع الصرف الصحي كل يوم 5-6 مشروعات بتتفتح، لأنه كان واقف على 15% 10%. بنى مدارس، بنى عمارات، كان واقف على حاجات بسيطة، توصيل مرافق لها، فكل ده بيكمل بأسرع ما يمكن. وبالتالي صدر قانون جديد انك تدي بالأمر المباشر لحد 10 مليون، يعني كانت سلطة المحافظ أو الوزير 150 ألف جنيه، لا زودوها ل 10 مليون، 10 مليون ليه؟ عشان يديك مرونة تلحق نصرف عشان نختصر الوقت.